بس قبل ما اتكلم مع الجماهير، قرار الكابتن محمود الخطيب اللي هو شايل امبارح على طول طبعا الخصم بتاع السوبر المحلي اللي امام الطلائع، كان فيه خصومات على اللعيبه، وكابتن محمود الخطيب بيقرر الكلام ده يتشال امبارح بعد ما اديتهم مباراه كبيره. طبعا بشكر كابتن محمود جدا طبعا، يعني انا واحد من الناس اللي انا بحبه جدا 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 من قبل حتى ما العب في النادي الاهلي. احنا امبارح كنت انا زي ما قلت لحضرتك انا وشريف وياسر وايمن مع بعض بعد الماتش، فواحد صاحبي بعت لي على الواتساب الخبر ده يعني، فانبسطنا جدا احنا الاربعه عشان دايما ياسر عليهم اقساط كتير فما صدقوا يعني. بنشكر طبعا كابتن محمود، وان شاء الله نوعده الفتره الجايه ما يبقاش في حاجات زي كده تاني يعني. كابتن محمود الخطيب مش من عادته بيتدخل في الامور الشخصيه بتاعت حد بخبره سنين طويله، فمع الفريق بيتدخل في كل صغيره وكبيره، وعارف في تنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ ومجدي قفشه. شفت الكابتن محمود الخطيب بيهتم بفرحه بتفاصيله في البلد في القاهره في الفرحين اللي انت قلت عليهم. صح. علاقتك بالكابتن محمود الخطيب ايه؟ بص يا كابتن، انا معيش رقم الكابتن محمود الخطيب لحد قبل ماتش، لحد او قبل استبعادي من المنتخب يعني معيش رقمه. تتكلم بجد؟ والله انا يعني خجول شويه في الحته دي يعني. برضو كابتن محمود الخطيب اسم واسطوره، وبعدين السن بيني وبين حضر بيني وبينه فرق، فانا ابقى خجول شويه لما انا اطلب حاجه زي كده يعني. فبصراحة لما استبعدت من المنتخب لقيت رقم بيرن عليا، فبصراحة ما اعرفش مين بصراحة. فشريف قال لي يا ابني الكابتن محمود الخطيب بيرن عليك ما بتردش ليه؟ قلت له يا شريف ما اعرفش والله، قول ابعت لي رقم بسرعة. فانا رحت لنا على الكابتن محمود قلت له يا كابتن انا اسف. فساعتها هو كان بيكلمني عشان المنتخب اللي هو يعني ما تزعلش وانت كذا وانت كذا، وكلم شريف برضه. بصراحة المكالمة دي يعني هفضل فاكرها مدى الحياة، لان انت وانت في وقت مثلا مستبعد او ما بتلعبش دي حاجه مهمه ان يكون في حد اسطوره او حد كبير يبقى واقف جنبك، فدي مكالمه فرقت معايا جدا بصراحه. فمن ساعتها كيف المكالمه دي هو اتكلم معايا، في حاجه حصلت، في مشكله، في اي حاجه؟ قلت له لا يا كابتن ما فيش اي حاجه خالص، اتفاجئنا بحاجه زي كده، لكن الحمد لله. قال لي خلاص ما تزعلش، ارجع النادي بتاعك اتمرن ودنيتك تمام. بس من ساعتها بقى كان معايا رقم. قبل فرحي كلمته يعني، كلمته قلت له يا كابتن اتمنى لحضرتك تيجي لي يعني الفرح، كاتب كتابي وتنورني وده حاجه شرف ليا يعني. فبصراحه هو حتى راح قال لي لا لا اجي لك، وكان هو في تقريبا في اجتماع، فقال لي طب ثانيه واحده انا في اجتماع، فراح قال لي طب بص انا انا ان شاء الله هكتب. فراح كاتب في الورقه كده يوم كذا كذا، كاتب كتاب قفشه في فندق كذا. فبقول له كابتن انا يعني زيدني شرف ان حضرتك تكون يعني اللي انت بتشوفه في التدريب وبيحضر التدريبات وبيتابع بنفسه كل جدا حاجه. بس انا لازم كل ما اشوفه بصراحه يعني، حتى لما بيسافر معانا ببقى مبسوط، انا بحبه جدا يعني. انا عايز اقول لك الاهتمام، وكان في فيديوهات برضو شفتها واهتمامه في الفرح يبقى موجود. عايز اقول لك من ايام واحنا بنلعب شوف عمر نفس الموضوع لا مع انديكس بيأيد فيه، لو انت مثلا عزمت يقول لك شادي يوم كذا قفشه يوم كذا. حصل موقف كمان معاه غريب جدا في التليفون يعني. ايه؟ هو كان في اجتماع، فانا بكلمه بقول لك يا كابتن محمود يعني اتمنى لحضرتك بكره في يعني تكون موجود معايا، وان شاء الله حضرتك تكون تمديل يعني على كاتب الكتاب وكده، تبقى انت الشاهد يعني على كاتب الكتاب. فلقيته بيقول لي والله قفشه لا بلاش. بقول له ليه يا كابتن؟ قال لي معيش بطاقه. فقلت له يا كابتن بطاقه يا كابتن حضرتك بس تعالى ومش هتعمل اي حاجه تاني. فاتفاجئت يعني في حاجه زي كده، فقلت له لا لا خلاص يا كابتن مفيش مشكله. ففضلت اضحك مع يعني ما عرفتش اقول له ايه بصراحه. هتلاقيه كان بيهزر معاك لا انا بحبه جدا بصراحه يعني. طيب